Bless the Lord. I'm so grateful my wife and I could be here this time again. أنا كثير شاكر للرب إنه أنا مع زوجتي نكون معكم من جديد هون. And we're just I was just thinking about without being, you know, the divinely connected, I would never be able to meet all of you, you know, from different parts of Arabic countries. وكنت عم فكر إنه لو ما هيدي الاتصال الإلهي اللي الله بيعمله ما رح كان يكون عندنا الفرصة إنه نكون عم نتلاقى معكم من بلاد عربية مختلفة. I couldn't imagine my lifetime I would meet people from Egypt or people from Iran, from Iraq and from Syria and Jordan. I couldn't imagine me doing that. ما كنت بتخيل. I'm so grateful. ما كنت بتخيل حالي كون عم قابل ناس من إيران, من العراق, من سوريا, من لبنان. وأنا كتير شاعر بالامتنان إنه عم بقدر أعمل هذا الشيء. Of course, I'm really, really grateful that the Lebanese, all of you, just received my wife and I as one of your own. I feel so loved and appreciated and received so well by all of you. So warm, so much compassion. حياتنا كثير ممنونين أنا وزوجتي للطريقة أنتوا اللبنانية اللي استقبلتونا فيها بكثير من عطف وحب وكثير من الحنان. كثير ممنونين لهذا الشيء. If I don't look at the mirror, I would think I look just like you. لو ما بتطلع بالمرايه بفكر حالي شكلي مثلكم بيشبهكم. Hallelujah. Praise the Lord. God has put us together. No one can put us asunder. Hallelujah. الله وضعنا مع بعض بحدنا في بعدنا عن بعض. Hallelujah. Tonight, this afternoon, I know that we have more to come tonight. I just want to give you a little appetizer tonight so you will have the main course. طبعا الليلة عشية بعد رح يكون عندنا الطبق الرئيسي فأنا بدي أجرب حط لكم شوية مقبلات تشهيكم للطبق الرئيسي للليلة. Are you ready for the appetizer? أنتوا جاهزين للمقبلات? Hallelujah. I want to share with you tonight, this late afternoon, I want to share about once again go back to building because we heard wonderful, powerful message about giving and prospering. بدي ارجع من جديد انا اليوم شارك معكم بعد الظهر عن البناء لانه سمعنا رساله رائعه جدا اليوم او من قبل عن الازدهار. And then we talk about building again. Once again we look at our life and the life of Jesus. ونحن عم نحكي عن البناء من جديد نحن عم نطلع على حياتنا وعلى حياه الرب يسوع. God is taking us through a journey so that we will become more like him. الله عم يخدنا خلال رحلة حتى نصير يلي هو بدينا نكونه. Yesterday I talked to you about the calling of a disciple. امبارح شاركت معكم عن دعوة التلميذ. Again tonight I want to share with you about a journey or goal of a disciple. ولكن الليلة بدي شارك معكم عن رحلة أو هدف التلميذ. Because in that we will receive the way that God built us, we will receive God's blessing and we will receive God's anointing and we'll be able to give to others. لأنه من خلال هيدا نحن رح نكون عم نستقبل بركات الله ومسحة الله ونقدر نعطي للآخرين. So I'm going to ask Gabby if you could or the congregation together to read 2 Kings chapter 2 verse 1 to 6. It will be 6 verses. I hope that will be projected on the screen as well. رح نقرا مع بعض من سفر الملوك الثاني الاصحاح الثاني العدد الاول العدد 6. Before you read it, I want you to pay attention to a four locations, places that are mentioned in the 6 scriptures. قبل ما اقرا معكم بدي اياكم تلاحظوا معي اربع اماكن اربع مدن مذكوره بهيدي الايات السته اللي رح نقراهم. Okay, let's read. خلينا نقرا مع بعض. وكان عند اصعاد الرب ايليا في العاصفه الى السماء ان ايليا واليشع ذهبا من الجلجال. فقال ايليا لاليشع لامكث هنا لان الرب قد ارسلني الى بيت ايل. فقال اليشع حي هو الرب وحيه هي نفسك اني لا اتركك. ونزلا إلى بيت إيل. فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى إليشع وقالوا له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال نعم إني أعلم فاصمتوا. ثم قال له إيليا يا إليشع امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة. فقال حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. وأتيا إلى أريحة. فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى إليشع وقالوا له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال نعم إني أعلم فاصمتوا. ثم قال له إيليا امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. وانطلقا كلاهما.
Okay, I trust that you read the scripture that I couldn't understand a word, but I hope that it mentioned about the four places here. إن شاء الله أنا ما فهمت أنتوا شو عم تقروا ولكن بتأمل كنوا ريتوا معي عن هالأربع أماكن يلي انذكرت هون. The first place that mentions about Gilgal. أول مكان انذكر هو جلجال. The other second place mentioned about Bethel. تاني محل انذكر أو مكان تاني انذكر هو بيت إيل. The third mention is the Jericho. وتالت مدينة انذكرت هي أريحة. The fourth one is Jordan. والرابع المكان انذكر هو الأردن. I entitled this message as a journey or goal of a disciple. Journey of a disciple. أنا بدي أسمي أو أعطي عنوان لهذه العظة اليوم هي رحلة أو دعوة التلميذ. Many times I read through the scriptures, I just read these are just four names of those four places, and that was it. وكثير من الأوقات لما كنت عم بقرأ بالكتاب المقدس كنت أقرأ هول أماكن أربعة وكنت أعتبر إنه خلص هي. But God, the Holy Spirit, put in my heart to look into these four places. ولكن الله بالروح القدس وضع في قلبي أن أنظر إلى هذه الأماكن الأربعة. Last night I talked about the four tests. المرة الماضية حكينا الليل الماضي حكينا عن أربع امتحانات. Tonight I want to talk about the journey of the four faces. ولكن اليوم بدي أحكي عن رحلة الأربع أماكن. I know that at the time that we went through all this, we'll understand that's a journey of our life. أنا بعرف إنه أحيانا كثير في أمور نقطع فيها وهي بتكون رحلة حياتنا. Elijah followed Elijah for some time now, and on that very very day, something he knew is going to change it drastically. إليشا تبع إليا لمدة العدة زمن طويل ولكن بهيدي الليلة بالذات كان في شيء عم بيصير هو عارف إنه عم بيتغير دراماتيكيا. So Elisha followed very closely to Elijah. He doesn't want to leave. فإليشا كان ملتصق بإليا وما كان بده يترك إليا ولا لحظة. Somewhat like the disciple who had followed Jesus for 3.5 years and now they. Jesus is going to be taken on the earth, from the earth, and these disciples also follow him very closely. مثل لما التلاميذ تبعوا الرب يسوع المسيح لثلاث سنين ونص وكان الآن حان وقت إنه الرب يسوع يغادرهم يترك فكانوا التلاميذ ملتصقين فيه أو كتير قريبين منه حتى لما يخسروه. Because these disciples wanted the power and the presence of Jesus in their lives so that they could do what he called them to do. لأنه التلاميذ كان بدهم حضور الرب يسوع بحياتهم حتى يقدروا يعملوا اللي هو دعاهم يعملوا. And Elijah also wanted the power, the anointing, and the divine ability from the one who has actually called upon the fire from heaven. وإليشا كان بده كمان هذه القدرة والمسحة اللي كانت على هذا الشخص اللي دعا نار أن تأتي من السماء أن تكون على حياته. Have the divine ability to stop the rain. Have the ability, the courage to confront the Jezebel, Ahab, and all these false prophets. أن يكون عنده القدرة الإلهية حتى ليواجه إيزابل وكل هذه القوات الشريرة وإيهاب وكل القوات الشريرة. Today I believe that we also need these kind of a help in becoming like our master Jesus Christ. واليوم نحن ايضا نريد ان بديكم تعرفوا نحن ايضا نحتاج الى هذا النوع من القوه التي كانت على الرب يسوع المسيح. We want to be like him, but can we? We want to have the double blessings, but can we get it? نحن بدنا نكون مثله ولكن هل نستطيع؟ بدنا البركه المضاعفه ولكن هل نستطيع ان نحصل عليها؟ Elijah said to Elijah, if you see me when I'm taken, then you will have it. إليا قال لإليشا إذا رح تشوفني وأنا عم أخذ عندها ستحصل على المسحة. But we notice in this whole scripture, Elijah has already begun trying to throw Elijah off. ولكن منشوف من خلال هذه الآيات إنه إليا كان عم يحاول يتخلص من إليشا. Trying to get him to leave him. عم بجرب يحاول يضغط عليه إنه يتركه. To go to somewhere else. إنه يروح إلى أماكن أخرى. Is Elijah really fighting the will of God at this moment? هل إليشا كان حياتاً عم بيواجه أو عم بيقاوم إرادة الله في هذه اللحظات؟ Does Elijah really want Elisha to miss this blessing? هل إليا كان عن جد بده إنه إليشا يخسر البركة؟ Of course not. بالطبع لا. Elijah want to see three things that happened in Elijah's life at that moment. إليا كان بده يشوف ثلاث أمور إنه تصير بحياة إليشا مثل اللي حصل بهذيك اللحظات. First, Elijah want to see Elisha if he is man enough to follow. كان بده إليا إنه يشوف إذا إليشا كان رجل كفاية ليتبع. Second thing Elijah want to see Elisha, does he want it so desperately? Excuse me, let me say, does he want it desperate enough?
والتاني شيء كان بده يشوف إليا بأليشا هو هل كان عن جد أليشا عنده هذا الـ 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 يعني مصمم تصميم هل قد انه كان بده المسحة. Number three, Elijah, I want to see Elijah, can he be easily distracted and thrown off the course. والشغلة الثالثة كان بده يشوف هل عن جد أليشا رح يكون عم يلتهي ويخرج خارج المسار. Now, that really reflects to what you and I today, these three things. وهيدا ثلاث أمور لازم تكون عم تعمل انعكاس علي وعليك. We talked about the courage earlier. حكينا عن الشجاعة مسبقا. Are we men enough to say I'm a Christian in front of the heathen world? هل نحن حياة رجال كفاية نقول نحن مؤمنين في عالم شرير؟ Do we really want God, want His presence, His divine anointing? Bad enough or desperate enough, we will pay any price to get it. هل نحن عن جد بدنا مسحة الله ودعوة الله على حياتنا لدرجة هل قد مشتاقين لها إن إحنا مستعدين نعمل شو ما كان نحصل عليها. When the circumstances come, a situation comes, will we just be easily distracted and thrown off the course? هل لما يكون علينا شوية ظروف صعبة بتواجهنا هل نحن بسهولة نتخلى عن كل شيء ونترك الطريق؟ This whole time Elijah was testing Elisha because he wanted to make sure he's prepared to receive the double blessing of his spirit. كل هذا الوقت كان إيليا عم يجرب إيليشا بيشوف هل هو كان مستعد انه يقدر يحمل المسحة المضاعفة. So tonight I want to look at these four places as a journey of a disciple. اليوم بدي اطلع على هذه الاماكن الاربعة كرحلة رحلة التلميذ. First we see that you can see the screen is the English if you understand it's easy to help you to understand easier. I'm going to Gilgal but you stay here. This is Elijah says to Elijah. إذا بتشوفوا معي على 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 السكرين هلا مكتوب انه انا رايح بالانجليزي طبعا زي ما كنتوا تفهموا انتوا احسن بالانجليزي ما بعرف بالعربي افضل ولكن قال انا ذاهب الى الجلجال فابقى انت هنا. Gilgal is actually a verb that literally means to roll something on or to roll something off. Roll something on or roll something off. الجلجال هي فعل معناته الحرف انك انت بتحرج شيء. Basically figuratively saying is actually to roll yourself unto the Lord. بالمعنى الرمزي تبعه انك انت تعمل هذا الشيء انك انت تحرج نفسك وتكب حالك على الرب. Sometimes the demonstration is unpredictable. احيانا ان نفرج الشيء بيكون مش كثير. When you roll something on, you basically demonstrating your trust in a person. لما بتكب حالك على حدا بهي الطريقه انت بتكون عم تفرج انك انت بتوثق بهذا الشخص. I gotta have to eat some more. Anyway, so what is happening is first thing I want you to think about is trusting. فأول شيء بدي إياك تفكر فيه هو الثقة. Because for you to roll something out, to take something away, you have to trust God will put something on you. لأنه أنت حتى تتخلى عن شيء عنك إنك تدحرجه عنك أنت لازم توثق إنه الله راح يحط شيء عليك جديد. Psalm 37:3-5 says, "Trust in the Lord and do good." مزمور 37:3-4 بقول وثق بالرب واصنع الصلاح. Also it says, "Delight yourself in the Lord." وكمان بقول تلذذ بالرب. And He will give you the desire of your heart. ويعطيك سؤل قلبك. Then it also says to commit your way to the Lord. وبعدين بقول سلم طريقك للرب. Trust in Him and He will. ثق بالرب وهو سوف يعمل او يجري. That sum total is trusting God. Go ahead. هيدا كله بيعني انك انت توثق بالله. In Gilgal, Joshua circumcised the entire nation of Israel, the entire army. بالجلجال يشوع ختن كل جيش الأمة بهذيك الوقت. In Joshua 5:9 says, "The Lord said to Joshua, 'Today I will roll away the reproach of Egypt from you.' And so the name of this place is called Gilgal. He will roll away the reproach from Egypt." قال له اليوم أنا رح دحرج مصر عنك مشان هيك رح تسمي هذا المكان الجلجال. They were all circumcised. كانوا كلهم قد ختنوا. Because Joshua
before the generation that were circumcised when they're coming out of Egypt. لأنه يشوع قبل هذا الجيل كانوا كلهم قد خطنوا لما خرجوا من مصر. But then they were all dying out in the desert. ولكن كانوا جميعهم قد ماتوا في الصحراء. The next generation grew up in Egypt, in the desert. They weren't circumcised. فالجيل التالي تربى بالصحراء وما كان قد خطن بعد. And now Joshua is taking them back into the promised land. وكان يشوع عم يخدهم إلى أرض الميعاد. This whole generation needs to take something off so they can go in to get something more. كان على الجيل كل سواء أن يتخلى عن شيء منه حتى لما لا يدخل يأخذ شيء جديد عليه. Jesus' time, the disciple needs to be stripped away, stripped so they can be put on, they can have the clothes be clothed on. يسوع قال إنه على التلاميذ إنه يجردوا بالكامل من اللي عليهم تحت لما يجي عند الرب ياخذوا من الرب. Listen, many times God in your life would strip away, would take away the something you feel comfortable, you feel secure. أحيانا كثير يا أحبة الله ممكن ينزع منك بعض الأمور يلي بتخليك تحس بالأمان أو تشعر أنك أنت بأمان وهي معك. But we will hold on to it because that's our security and we don't want to let go. We can't let go. ولكن نحن بنتمسك بهذه الأمور لأنه فيها أماننا وما بنتخلى عنها ما بنتركها. But in order to be clothed by Him, He is going to strip from what you have. ولكن حتى نحن نلبس الله لازم نكون عم نتخلى أو ينزع عنا بعض الأمور. Similarly, then you begin to lose all the security of your life. Well, you are wondering how you're going to live. وببساطة بلش تخسر كل مصادر الأمان بحياتك وبصير تتساءل أنا كيف بدي أعيش. But Gilgal is to take away so he can put on. ولكن الجلجال هي مكان يأخذ منك الأمور حتى يوضع عليك أمور جديدة. Scripture talk about take away the old self so he can put on the new self. الكتاب المقدس بيحكي أن نأخذ منا الإنسان العتيق حتى نعطى إنسان جديد. Old nature with new nature. تستبدل الطبيعة العتيقة بالطبيعة الجديدة. I want to spend a little time talk about the story, my story. بدي شوي أقضي وقت معكم وخبركم شوي عن قصتي أنا. I want to share with you how difficult sometimes it is to trust the Lord. بدي شارك معكم أوقات قديش صعب إن نحن نوثق بالله. You live in the Arab world. I'm sure that you can relate to what I'm about to, ready to say to you about what happened to my parents. أنتوا عايشين بالعالم العربي أنا بعرف ومتأكد إن أنتوا رح فيكم تفهموا شو صار مع أهلي. Just before 1949, when the communists took over China. قبل سنة 49 لما الشيوعية غلبت الصين أو أخذت الصين. The Republic of China fought Japanese for eight years. جمهورية الصين حاربت اليابانيين لخمس ثمان سنين. They were exhausted. They were tired. كانوا متعبين. كانوا مرهقين. And that's when that time the rise of the communism. وهذا هو الوقت اللي نادت فيه الشيوعية. From 1945 to 1949, only 4 years, the communists took over the entire China. من 45 ل 49 فقط في 4 سنين الشيوعية احتلت كل الصين. The party called Kuomintang. They retreated, retreated. Eventually, they lost the war. They left China and went to Taiwan. وحزب اللي اسمه التالي صاروا يتراجعوا ويتراجعوا ويتراجعوا وخسروا وخسروا لحد ما تركوا الصين وصاروا بتايوان. My mother, my parents were during that period of time. وأمي وبيي أمي وكانوا هن بهذاك الوقت. My mother and my father got married during that war. أهلي تزوجوا خلال فترة هذه الحرب. My father was in the military. He was fighting the communists. بيي كان في الجيش وكان عم بحارب الشيوعية. That's why when I'm sharing about this, I don't want you to put anything online. مشان هيك ليش انا بحب لما اشارك معك الامور هيدي ما تحطوها على الانترنت ما بحب حدا يعرف القصه هيدي. Because what I'm sharing with you is very sensitive. لانه اللي عم شاركه معكم كثير حساس. But I want to share with you. ولكن بدي شارك معكم. I want you to know this is how the real life is. بدي اياكم تعرفوا كيف الحياه بتكون. My mother was pregnant with my sister, oldest one, the first one. امي كانت حامل باختي الكبيره الاول وحده. So she was pregnant and she has to escape communism. She traveled thousands of miles from the inland of China into the coastal China of Shanghai. فكانت حبلة بأختي وكانت بدها تهرب من الشيوعية فكان عليها أن تجتاز آلاف الأميال إلى شنغهاي. Days of these train rides to get to the coastal city.
أيام من ركوب القطار حتى وصلت لهذه المدينة اللي على الساحل. They stopped all the military dependents on the train and just sent them out. And the spouse were not there because they were fighting against the communists. So the wives all got together and they have to travel all by themselves to the coastal city. فكانوا يرسلوا كل هذه المعدات الحربية بالقطار لحتى تروح على الحرب. وطبعا كانوا الأزواج عم بيحاربوا ولكن على السيدات الزوجات أن تغادر المدينة باتجاه معاكس. Things happen every single woman, every single hour, it was chaotic. Nobody knows what's going on. It was confusion. كانت الأمور عم بتصير بسرعة بكل لحظة بكل دقيقة وكان في فوضى عالية ما كان حدا عم يعرف شو عم بيصير بوقتها. My mother was pregnant with my sister Amy. أمه كانت حبلين. It's okay. بأخته أمي. Thank you. You were saying longer than a phrase, so I thought it's a good time. Oh, okay, yeah. Okay. So she will have to travel with the pregnancy. She will have to travel 48 hours to this coastal city, and was very, very difficult at that time. فكان عليها تسافر لمدة 48 ساعة وهي وحبلة للمكان الآخر وكان هذا وقت صعب جدا. There are so many people try to get on the train to escape communism because they will be killed if they don't. وكان في كتير من الناس عم يجربوا يطلعوا على هذا القطار تيهربوا من الشيوعية حتى يحافظوا على حياتهم. The people climb on the top of the train. People were coming out of the windows, standing outside of the train. Everybody surrounded the train, outside of the train. They were just trying to escape to go to the coastal city. كانت الناس عم تطلع على سطح القطار وناس تمسك بالشبابيك من برا. كل حوالي القطار كان عم يتمسكوا بالقطار حتى يهربوا برا المدينة. And the train goes through the tunnel. وكان الترين يمشي القطار يمشي بالأنفاق. Nobody expected that. ما حدا كان متوقع انه ترى يمشي بالانفاق. It was panic. كان ذعر. All the people on top of the trains, all the people on the side of the train, when they went through the tunnel, they were all killed. كل اللي كانوا على سطح القطار وكل اللي كانوا مساكين على جوانب القطار لما دخلوا بالنفق قتلوا. Bodies was all over the place. كانت الجثث ممتلية المكان. Only those people who were in the train survived. فقط يلي كانوا في القطار عاشوا. My mother was in that train. أمي كانت داخل القطار. With my sister, being pregnant with my sister. وهي حامل بأختي. Then she finally got to the coastal city. She had to get on the boat. وبعدين وصلت للمدينة على الساحل وطلعت على السفينة. She was supposed to go to a place she had never heard in her life. She has no idea where that place is called Taiwan. كانت مفروض تروح على المكان اللي ما سمعت عنه بحياتها من قبل على مكان مفروض اسمه تايوان. She was in her 20s. كان عمرها بالعشرينات. Her husband is not with her, is fighting against the communists. جوزها مش معها عم بيقاتل الشيوعيين. She was with all the other dependents and they were getting into the boat ready to sail out. هي كان مع الاخريات ورايحين على هذا على المركب وكانوا مجهزين ليبحروا. 2 days they were just tumbling in the high sea. 40 hours, 2 days of traveling and they were just throwing up and were just miserable. كانوا لمدة يومين 48 ساعة عم بيحاربوا وعم بيواجهوا البحر الهايش وطبعا كل التقيؤ وكل الأمور المقرفة اللي كانت عم تصير معهم بسبب الطقس الغريب. They finally arrived in the northern city of Taiwan called Keelung. وبالأخير وصلوا إلى المدينة الشمالية بتايوان اسمها كيلون. No electricity. ما في كهرباء. Don't know where to go. ما بيعرف وين بده يروحوا. Totally unfamiliar with the island. ما بيعرفوا أي شيء عن هاي الجزيرة. And it was chaotic. وكان فوضى عاربة. And they pushed them and put them on the train again from the northern part of Taiwan down to the southern part of Taiwan. وحطوهم من جديد دفعوهم وحطوهم على القطار من المنطقة الشمالية بتايوان إلى المنطقة الجنوبية بتايوان. She finally got to the southern Taiwan and the military put them in an empty room and said, "That's your home." وأخيرا وصلوا على جنوب تايوان فأخذوا الجيش وحطوهم بغرف فاضية وقالوا هذا البيت. No communication with my father because he was in China fighting the communists. ما كان عنده أي اتصال مع بيي لأنه كان هو بالصين عم بيقاتل ضد الشيوعيين. The party, the women don't have to take all the spouses to Taiwan because if they don't, then the tendency of the husband will surrender. Once they take the spouse to Taiwan,
the husband will not surrender. ليش حمل هيك هذا الحزب أخذوا النساء إلى تايوان؟ لأنه كان هيدا الدافع إنه رجال ما يستسلموا بالحرب. لما عرفوا إنه النساء صاروا تايوان كان عندهم استعداد يقاتلوا. The husbands will fight to the last breath because they knew their spouse were in Taiwan. كانوا الرجال أو الأزواج يحاربوا للنفس الأخير لأنه كانوا عارفين إنه زوجاتهم موجودين في تايوان. My mother was in the island that she has never heard of. وأمي كانت بهذه الجزيرة اللي ما سمعت فيها من قبل. She didn't know the language, she didn't know the people, she didn't know the custom. ما بتعرف اللغة, ما بتعرف الناس, ما بتعرف العادات. All her families all left in mainland China. كل عائلتها بقيوا بالصين. 20 years old, 20 some years old, all by herself, she didn't know what to do. 20 سنة وشوي لحالها قاعدة ما بتعرف شو بدها تعمل. And my father was in mainland fighting the communists. وبيي كان بمنلاند عم بيقاتل الشيوعيين. That's how my sister was born. هيك ولدت أختي. Then later on, that's when I was born. وبعدين هيك أنا ولدت. We were born in a very strange land. نحن ولدنا في أرض غريبة جدا. We didn't understand the language. They speak different dialects. ما فهمنا اللغة, كان بيحكوا لهجة مختلفة. I couldn't relate this to these people because I don't understand them. ما كنت أعرف أتواصل مع هالناس لأنه ما كنت أقدر أفهم عليهم. And I grew up with no relatives. وتربيت وما كان عندي أقارب. No uncles, no aunts, and no relatives. ما عندي لا عمومي ولا عمات ولا عندي أي قريب مني بالمكان. I have no idea what the relatives really mean. ما كان عنده أي فكرة شيء إنه هتكون عنده أقارب. And when I was 5 years old, my mother just asked me to stare, look at China. I said, that's your motherland. ولما كان عمري 5 سنين أمي وقفتني هيك وقالت تطلع على الصين, هيدي بلدك. My middle name is Aaron. اسم الوسطي وسطاني Aaron. I didn't want my name because it sounds very feminine in Chinese language. ما كان بدي هذا الاسم لأنه كان كتير اسم أنثوي باللغة الصينية. If you heard the last year, I want to do quickly. I want something like Chin Chin Chong. Sounds like Chinese. ما أعرف أنت بتذكر ما دلكم أنا بحب كان يكون اسمي شوي صيني Chin Chin Chong. My mother says, no, I can't change your name because you were in my womb. God gave you the name. قالت لي أمي لا ما فيني غير لك اسمك لأنه أنت بالرحم الله أعطاني اسم لألك. I said, why that name? قلت له ليه هذا الاسم. He says, Aaron was Moses' brother. قال له لأنه هارون كان خيو لموسى. Moses stuttered and Aaron was his spokesman. موسى كان يتأتئ وهارون كان المتكلم المتحدث الرسمي باسم موسى. He says, son, look at the other ocean. That's your motherland. يا ابني اطلع على المحيط هيدي بلدك. Someday we will go back to our motherland. يوم من الأيام رح نرجع على بلدنا الأساسي. You will become his spokesman. رح بتكون أنت المتكلم المتحدث الرسمي باسم الرب. I was 5 years old. كان عمري 5 سنين. I look over the ocean. وكنت أطلع على حبر المحيط. It's a country that is my country. هيدا البلد اللي هو مفروض يكون بلدي. But I could not go back to that country. ولكن ما فيني أرجع على بلدي. I live in the country where I don't feel that's my country. أعيش ببلدي اللي ماني حاسس إنه بلدي. I grew up in a race with no country to go. وتربيت وما عندي بلد روح عليه. I have no idea who I am. ما عندي فكرة أنا مين. Where do I belong? لمين أنا بنتمي. All totally unfamiliar to me. كل الحوالي هن أشخاص ما معروفين. The Taiwanese people make fun of me, laugh at me. They speak the language I couldn't understand. الشعب التايواني كان يتمسخر علي ويضحك علي ويحكي هذه اللغة اللي أنا ما عم بقدر أفهمها. Sometimes we will be totally stripped before God can clothe us. أحيانا الله بيسمح نحن نعرى بالكامل لحتى يقدر هو يرجع يلبسنا من جديد. Sometimes God will put us in the place of Gilgal. أحيانا الله يضعنا في الجلجال. You feel that you're totally helpless. بتحس إنك أنت من دون أي مساعدة. Totally out of your control. ما قادر تكون تحت مسيطر على شيء أبدا. You are confused. انت شاعر بالتشويش. You don't know where you belong. ما بتعرف لشو انت بتنتمي. You don't know who you are. وما بتعرف انت مين. You know why you are still here. ولا بتعرف انت ليش اصلا بعدك هون. That's how I grew up. انا هيك تربيت. I know my relatives on the other side of the ocean. انا بعرف انه اقاربي هني على الجانب الاخر من المحيط. I have never seen them in my life. انا ما شفتهم بحياتي. I grew up with no relatives. انا تربيت وكبرت ما عندي اقارب. Only mother and father and sister, that's all. بس اللي عنديهم بيي وامي واختي هدول اللي كلهم. In a very unfamiliar territory. بأرض مش لإلي. People ask me who I am. الناس كتسألني انت مين. I said I don't know. قلن انا ما بعرف.
I speak a different language to these people. بحكي لغة مختلفة عن هؤلاء الناس. I cannot go to the country where I belong. ما بقدر أروح على البلد اللي أنا بنتمي له. Have you ever experienced? هل شي مرة اختبرت? When you're in a strange land. لما أنت تكون بأرض غريبة. When you're totally out of control. وأنت السيطرة مش تحت سيطرتك. When you feel you were stripped. ولما تشعر أنك أنت معرض. You will be rolled off. وأنك أنت عم تدحرج. That's the best place to be. هيدا هو أفضل مكان ممكن تكون فيه. Because when you feel you're rolled off, God is going to roll something on you. لأن لما تشعر إنه الأمور عم تنشال عنك, هيدا الوقت اللي الله بده يحط عليك الشد. When you were stripped, God is going to prepare to clothe you. لما أنت بتتعرى بيكون هيدا الوقت اللي الله عم بيعدك تحت يلبسك. Gilgal is a good place to be. الجلجال هو مكان جيد أن تكون فيه. It is in Taiwan that I learned to trust God. في تايوان أنا تعلمت كيف أثق بالله. It's when you're in the place and the state of helplessness, that is when you learn to trust the Lord. Can you say amen? هو لما تكون بمكان اللي انت بتشعر فيه انك انت ما حدا عم بيساعدك, هيدا هو المكان اللي بتتعلم فيه كيف تثق بالله. بتقول امين. Many times we don't trust the Lord until we feel totally helpless. احيانا احنا ما بنوثق بالرب غير لما نكون عن جد حاسين حالنا خلص ما عندنا بقى اي مساعده. I know you come to this conference, God want to speak to you. In order for you to prosper, you will have to learn to trust him. In order to trust him, he's going to strip away every possible security of your own so you can truly trust him. Is that too long? Yes. Sorry. Let me try to say it. أنا عارف إن أنت جاي على هذا المكان لأنك بدك تكون عم تزدهر, ولكن حتى تكون عم تزدهر لازم تكون عم تثق فيه. Yes. Hallelujah. I love you, brother. I said the spirit of it. So. Anyway. So in order to trust him, God strip away things from you. فحتى تقدر أنت تثق فيه, الله بده يلازم يعريك من بعض الأمور. Then you see the second place where he says, I'm going to I'm going to Bethel and you stay here, as Elijah said to Elijah. وبعدين بنشوف المكان الثاني اللي بيقول له لازم نروح على بيت إيل وانت لازم تضلك هون مثل ما قالوا لي لإليشا. That's the second journey, part of our life journey. هيدي الرحلة الثانية من رحلاتنا, من رحلة الحياة. Bethel is the house of God. بيت إيل هو بيت الله. It is at Bethel Jacob's name changed to Israel. بيت إيل اللي هو هنيك لما تغير اسم يعقوب إلى إسرائيل. It is at Bethel that he had a vision of the ladder going up to heaven and back down again in Genesis 28. بتكوين 28 من بيت إيل يعقوب شاف هذه الرؤية أن السماء مفتوحة وكان في هذا السلم طالع نازل على السماء. So I see three things in Bethel. فبشوف ثلاث أمور ببيت إيل. Bethel, you are fed from heaven. ببيت إيل أنت بتشبع أو تطعم من السماء. Bethel, you learn to feed others. ببيت إيل تتعلم كيف تطعم الآخرين. In Bethel, you learn to love God and love God's people. ببيت إيل تتعلم كيف تحب الله وتحب شعب الله. My brother Joe was with me this afternoon. خي جو كان معي اليوم بعد الظهر. He said he had no idea why he came back to Lebanon many years ago from New York. قال لي ما بعرف ليش أنا بعد برجع لبنان فلسطين من نيويورك. But later on, he found out after 14 years why God brought him back. ولكن بعد 14 سنة اكتشف ليش الله عم بيرجعه على لبنان. After he returned to Lebanon, he found God. He found the Father. لأنه بعد ما رجع على لبنان هو لقى الله, لقى الأب. And Joe got grounded and rooted in love in this church. والله وجو زرع الله وجذره في هذه الكنيسة. Where he was fed from heaven, where he was learned to feed others. حيث أطعم من السماء وتعلم كيف يطعم الآخرين. Job learned how to love God, and Job learned how to love people. الجو تعلم كيف يحب الله وتعلم كيف يحب العالم. I want to let you know, I thank God that I was in Taiwan. بدي لكم أنا بشكر الله لأنه كنت بتايوان. Because Taiwan is a free China. لأنه تايوان هي الصين المحررة. We have the freedom to worship. في عنا الحرية إنه نعبد. We will not be arrested if we worship, praise, and dance. ما كان ممكن يعتقلونا إذا نحن صبحنا رأسنا وعبدنا الرب. That's where I was fed from heaven. هنيك أنا أطعمت من السماء. That is where I was able to feed others. هنيك أنا كان عندي القدرة أن أطعم الآخرين. That's where I learned from how to love God and how to love God people. هنيك تعلمت كيف أحب الله وأحب شعب الله. And I was sent to
the front line to protect the country in the military training. وأرسلت إلى الجبهات حتى لحمي عن البلد من قبل الجيش. In the military of Taiwan, I was sent to the place called Quemoy near China. وبجيش تايواني أرسلت إلى مكان اسمه كيموي جنب الحدود مع الصين. In that, I was able to see mainland China in 1975 during the Cultural Revolution. I was in the island Quemoy. I was able to see China in 1975. And that's when I saw these people. They were really under oppression. They were out closer to the seashore. They were building the levees. They were working day and night with clothes, with patches. كانوا عم يشتغلوا جنب البحر هنيك وعم يشتغلوا ليل مع نهار وكانوا لبسين تياب يعني مرقعين تياب قديمة بالية. No smile on their face. ما كان في ابتسامات على وجوههم. I was in the military. I was able to look through the binocular. I saw their faces. أنا بالجيش كان عندي القدرة أن أراقبهم من خلال النظور وكنت عم بقدر أشوف وجوههم. That was my people. هيدا كان شعبي. I began to think if I was born in China and stayed in China, I would be just like them. كنت عم فكر إنه لو أنا ولدت بالصين مثل ما هني هلا بالصين كنت رح كون عم فكر بالضبط مثل ما هني أو كون عم حياتي مثل ما هي حياتهم الآن. Undernourished. ما عندهم فقر بالأكل. Under oppression. تحت ضغط ضغوطات. Carry the heavy rocks and build the levee day and night. وعم يحملوا هذه الحجارة الكبيرة حتى يبنوا. Wearing this old, wearing his old clothes with a lot of patches. وعم يلبسوا هذه الثياب اللي بالية والمرقعة من كل الميلات. It was in Taiwan I felt compassion towards China. أنا بالصين الرب ملأني بالحنان لعفوا بتايوان الرب ملأني بالحنان للصين. I began to see, Lord, if you want me to go to China someday, I will go. وكنت عم أقول للرب يا رب إذا بدك ياني يوم من الأيام ارجع للصين أنا مستعد ارجع. Just like Jesus saw all these multitudes scattered like sheep without a shepherd. مثل لما الرب يسوع شاف هذه الجموع اللي هي مشردة كخراف من دون راعي. In Matthew 9, he says he felt compassion. بمتى تسعى بقول الرب تحنن. It was in Taiwan I had the compassion. كانت بتايوان لما أنا بلشت صار عندي حنان. In the place of Bethel, the house of God, people began to have compassion. في بيت إيل بيت الله الناس بلشت صار عندها حنان. In Gilgal, people learned to trust. بالجلجال الناس تعلم توثق. In Bethel, people began to learn to have compassion towards the others. ببيت إيل الناس تعلم صار عندها عطف وحنان للآخرين. God, Jesus loved these multitudes. يسوع أحب هذه الجموع. He fed the people who he knew someday were crucify him. أطعم هؤلاء الناس اللي كان بيعرف إنه يوم من الأيام راح يصلبوه. That's a journey of Bethel. هذه رحلة بيت إيل. God wants you and I to go through a journey of Bethel. الله بده أنت وأنا نمشي برحلة بيت إيل. Where we will feel compassion. حيث نشعر بالعطف. There's people all over the world right now are suffering. في ناس حول العالم اليوم عم يتألموا. Some of us sitting here are suffering. البعض منا اللي قاعدين هون عم يتألموا. We got people in China are suffering. عنا ناس بالصين عم تتألم. Recently we got 4 arrests in the places where I used to go and minister. 4 arrests. مؤخرا صار في 4 اعتقالات بالمكان اللي أنا عم روح بخدم فيه. People constantly living under fear. الناس كل الوقت عايشين تحت خوف. When they meet together, they don't know if they're going to be arrested or not. لما بيجتمعوا مع بعضهم البعض ما بيكون عارفين إذا اليوم رح يعتقلوا أو لا. It is the Bethel journey God fill us with compassion. برحلة بيت إيل الله بيملأنا بالحنان. But then they continue the journey Elijah and Elisha. وبعدين إيليا وإليشا بيكملوا الرحلة تبعهم. Then God would take Elisha to the place called Jericho. وبعدين الله بياخد إيليا إلى مكان يدعى الأريحة. Elijah said to Elijah, "I'm going to Jericho, but you stay here." إيليا يقول لإليشا أنا ذاهب إلى أريحة ولكن أنت أبقى هنا. Elijah, of course, did not stay. Elijah went with Elijah to Jericho. طبعا إليشا لم يبقى ولكن ذهب وراء إيليا إلى
أريحة. Jericho is a place of pleasant fragrances. أريحة هي مكان فيها الروائح الطيبة العطرة. Life start to settle down and life start getting a little bit better and then Jesus show up. الحياة بتبلش تصير يعني شكلها شوي أحلى وبعدين بيجي الرب يسوع. Some of the greatest lessons are learned when things are going well in our lives. واحدة من أعظم الدروس نتعلمها لما الأمور بتكون ماشية أو سالكة بالطريق المضبوط بحياتنا أو بتكون أمور حلوة بحياتنا. Because God want to teach you and I to trust Him. Will you trust Him when you don't have to? Seems like you got it all together. ولأن الرب يريد أن يعلمك أن تثق فيه. هل تستطيع أن تثق بالله لما أنت منك عايز الرب لأنه كل الأمور سيرة بطريق كويس؟ That's my third part of the journey in my life. هيدا الجزء الثالث من الرحلة بحياتي. I went to America. رحت على أمريكا. Life began to get better. الحياة بلشت تتحسن. I was an engineer. صرت أنا مهندس. I began to make good money. وبلشت طلع مصاري منيح. I began to have my eyes on the house and the cars and the boat and everything else. وبلشت عيني تروح على البيت والسيارة والمركب وكل الأمور الثانية. Seems like I don't need God anymore. وكأنه أنا بعد بحاجة لله بعد الآن. I became more and more self-confident. وصرت شوي شوي عندي ثقة بالنفس. I was in deep in my heart. I trust of myself and trust God. وبقلبي كثير كان عندي ثقة بنفسي وثقة بالله. I made a strong connection with a big boss so I could have a secure job. كان عندي اتصال كثير قوي مع الرئيس الأعلى حتى لأمن الشغل تبعي. God will every time mess with you in Jericho. الله دائما رح تلاقيه عم يعبث معك في أريحة. He messed with me in the place of abundance. الله عبث معي في مكان الفيض. He awakened me. هو أيقظني. To remind me who is the true provider. حتى يذكرني من هو المعطي أو المدبر الحقيقي. This is the place where God will work with you when you're experiencing abundance. هذا المكان اللي بتحس إن الله مش معك أنت عم تختبر الفيض. I call that hunger and thirst. أنا بسمي هذه الرحلة رحلة الجوع والعطش. In Gilgal, I learned to trust. في جلجال تعلمت كيف أثق. In Bethel, I learned compassion. بالبيت إيل تعلمت الحنان والعطف. But in the place of abundance, Jericho, I have to learn to continue remain the hunger and thirst for Him. ولكن في بيت الراحة بأريحة تعلمت كيف أنا أكمل وأكبر عندي الثقة والعطف للرب. I want to be honest with you tonight. بدي أكون صريح معكم الليلة. Oftentimes I thought, why would I want the Westerners to come to China to preach? غالبا ما كنت أفكر ليش أنا بدي الغربيين يجوا على الصين تيوعظوا. Because in the West, you preach for 25 minutes. The more you preach, the more they get turned off. They don't like to listen more than 25 minutes. لأنه بالغرب ما فيك توعظ أكثر من 25 دقيقة. كل ما بتوعظ أكثر كل ما بتفقد الناس أكثر. In China, they love the preaching. ولكن بالصين بيحبوا الوعظ. They can listen to 10 hours a day. فين يتسمع على 10 ساعات الوعظ باليوم. 5 days. 5 أيام. Fasting. صايمين. Prayer. عم بيصلوا. They get up 4 in the morning. من 4 الصبح. Then they will go through the whole day listening and teaching and taking notes. وكل نهار عم يتسمعوا ويتعلموا عم ياخذوا نوتة. Oftentimes I wonder why would the Westerners will come to China to teach China when China had more hunger than the West. وكثير من الوقت كنت فكر ليش الغربيين بديشوا على الصين تعلموا الصينيين لما الصينيين عندهم جوع أكثر من الغربيين. You know what? I didn't realize that until I went to the next city, next place called Estonia. ما أدركت هذا الشيء إلا لما رحت المدينة الثانية، المكان الثاني اللي اسمه أستونيا. I thought I was a guru. I was God sending person to help Estonia to change Estonia. كنت حاسس إنه أنا الرجل المرسل من الله ليخلص أستونيا ويعمل عمل الله في أستونيا. Oh, I got the word for Estonia. أنا عندي كلمة الله لأستونيا. When I leave Estonia, Estonia will never be the same. لما رح أترك أستونيا، أستونيا ما رح تضل مثل ما هي. Because I was confident I can preach and teach and prophesy. لأنه كنت واثق أنا فيني أعلم وأوعظ وأتنبأ. But 1986. ولكن سنة 1986. I went to Estonia. رحت على أستونيا. I didn't know that God
use Estonia to change me. ما كنت عارف إنه الله رح يستخدم أستونيا تغيرني لإلي. They had a meeting set up in the countryside. كان عندهم اجتماع عم بيصير بالريف. But it was still under strong communism. ولكن كان لا تزال تحت شيوعية قوية. Soldier hold the AK-47. العسكر كان حامين بوريد AK-47. We couldn't get out of the city. We have to wait until really dark in order to sneak out of the city. ما كان فينا نغادر المدينة، كان لازم ننتظر تصير عتمة كتير تنتسلل خارج المدينة. We have one car. كان عندنا سيارة واحدة. We have four brothers. وأربع أخوة. One sit in the front, three sit in the back. واحد بيقعد قدام وأربع بيقعدوا ورا. Here I am. I'm the last one. أنا كنت آخر واحد. They want to sneak me out of the city into the countryside. كان بدهم يخلوني يعني يتسلم من المدينة إلى الريف. I'm small, so I crawl underneath their legs. فأنا لأنه صغير أنا نزلت تحت إجريهم. So the soldiers look into the car, they didn't see me. فحتى لما الجنود يطلعوا على السيارة ما يشوفوني. But because we waited for a long time, we didn't get to the city, we didn't get to the countryside until 2 in the morning. ولكن لأن انتظرنا لوقت طويل لم نستطع أن نصل إلى المدينة رايحين عليها غير الساعة 2 الفجر. Little country church with 40 people. صغيرة ريفية صغيرة في 40 شخص. They start waiting for us at 8 o'clock at night. 8 o'clock at night, they start waiting for us. كانوا منتظرين من الساعة 8 بالليل. We didn't show up until 2 in the morning. ولكن ما وصلنا غير للساعة 2 الفجر. So 6 hours they were sitting in the room praise and worship for 6 hours. لمدة 6 ساعات قاعدين بالغرفة عم يسبحوا ويمجدوا يسبحوا ويعبدوا الرب. We got there 2 o'clock in the morning. We were very embarrassed. ووصلنا الساعة 2 الفجر كنا خجلانين جدا. And they said, "Oh no, we've been waiting for you." قالوا لا لا معلم نحن منتظرينك. Please preach. أرجوك وعظ. We ministered all the way until 6 o'clock in the morning, until 4 hours. وخدمنا لحد الساعة 6 الصبح 4 ساعات. Just before the sun arrived, they have to sneak me back into the city. وكانت قبل ما ترجع تشرق الشمس كان لازم يرجعوني تسللا إلى المدينة. Because once the sun rises, they will be able to see the car. I will not be able to hide anymore. لأنه لما الشمس تطلع ما بقدر بقى أتخبى لما حتقدر يشوفوني بقى بالسيارة. All night praying, worshiping, and listening to the word all night without sleep. كل الليل عم يسبحوا ويعبدوا يتسمعوا الكلمة من دون ما يناموا. And I was in the place of abundance called America. وأنا كنت في هذا المكان المزدهر اللي يسمى أمريكا. Had all the wonderful spiritual training. كان عندي كل التدريب والتعليم الرائع الروحي. But our attention span gets less and less and less and less. Attention span. ولكن مدار الاهتمام تبعنا كان عم بيقل ويقل ويقل ويقل. We got all the knowledge of the word, but we have lost hunger. كان عندنا كل المعلومات والمعرفة تبع العالم ولكن فقدنا جوعنا. It was in Estonia God once again revealed to me how far I have gone away from Him. بأستونيا كان الله عم يكشف لي مرة جديدة قديش أنا بعدت عن الله. I got everything else except hunger. كان عندي كل ما احتاج إليه إلا الجوع. I wept before the Lord. عم بكيت قدام الرب. I said, what do I have to offer to these people? قلت له يا رب شو بدي أقدم لهؤلاء الناس. I need to sit under their feet and you receive impartation from them. انا محتاج اقعد تحت اجريهم واستقبل منهم هن. I went back to America. رجعت على امريكا. I landed in New York. حطيت بنيويورك. I came out of the plane. I kissed the ground. نزلت من الطياره وبست الارض. I didn't realize how blessed I was in a free country. ما كنت مدرك قديش انا كنت مبارك لانه بهيدي المدينه فيها حريه. But something changed in my heart. ولكن شيء ما تغير في قلبي. That's the fourth place. هيدا المكان الرابع. Crossing of Jordan. عبور الاردن. It is the place where they come to Jordan. It's a decision time. المكان القرار هو لما راحوا إلى الأردن هنيك عملوا القرار. Jordan where the Israelites refused to cross over to the promised land. الأردن هي كانت المكان يلي تشير إلى العبور إلى أرض الموعد. But the same place Jordan where the Israelites decided under Joshua to cross over.
وكانوا الإسرائيليين تحت يشوع بنفس المكان لما اختاروا أو قرروا أن يعبروا. It is Jordan where Naaman was healed of the leprosy. بالأردن كان نعمان قد شفي من البرص. It is there's always a promise on the other side of the Jordan. كان دائما هناك الوعد على الضفة المقابلة للأردن. But by the time you get there, you don't even care anymore. ولكن الوقت اللي توصل فيه لهنيك أنت ما بقى عندك أي اهتمام. If you bless me, fine. If you don't bless me, it's okay. إذا باركت عظيم وإذا ما بتباركني مش مهم. I came back to America. That's how I sense in my spirit. لما رجعت على أمريكا هيك كنت حاسس في روحي. My total life perspective changed. I wasn't looking for what I could see to bless me. I was looking for what I cannot see in the spirit that God is blessing me. ما كنت عم بتطلع بقى على الأمور اللي بقدر أشوفها تتبركني ولكن كنت عم منظر للأمور بالروحية اللي ما عم شوفها اللي هي سبب بركة. I began to realize if I gained the whole world but forfeit my soul and lost my hunger, how good is it? كنت عم فكر إن أنا لو ربحت العالم كله ولكن خسرت نفسي وجوعي قديش هذا الشيء رح يكون صالح. This is the fourth part of the journey. هذا الجزء الرابع من الرحلة. You come from totally stripped that you have to depend on God. أنت بتجي من المكان اللي تخلع عنك كل شيء وتكون متكل بالكامل على الله. To be welcome into the kingdom of God, the church of God, where you receive blessings and feeding. وأن تكون مرحب فيك في ملكوت الله في كنيسة الرب حتى تأخذ بركات وتطعم. Until you begin to receive the blessings from God, you begin to receive experience the abundance of God. لحد ما تبلش تأخذ بركات من الله وتبلش تصير في عندك فايض على حياتك من الله. But at that moment, ولكن في هذه اللحظات, will you be able to sustain your hunger? هل فيك تحافظ على جوعك? Will you and I be able to sustain our hunger in the place of abundance? هل فيني أنا وياك نحافظ على جوعنا في مكان الفايض? I would rather give everything away to have hunger for the Lord. أنا مستعد أعطي كل ما لدي من أجل أن يكون عندي جوع لله. Even though there's a persecution. حتى ولو في اضطهاد في الصين. Even though there's a threat upon my life. حتى ولو في تهديد لحياتي. Even though I was being betrayed and put in jail. حتى ولو تم خيانتي ووضعت في السجن. Even though people have slandered me and attacked me and did all the terrible things to me. حتى لما الناس تفتري علي وتتهاجمني وتعمل كل الأمور الفظيعة ضدي. But under the tremendous persecution, there is a hunger that I experienced and I tasted and I said, God, that's what I want. لكن تحت هذه الاضطهاد الفظيع كان في جوع رائع. Let's show hallelujah, I need the hunger, God. God, I need the hunger, oh God. يا رب أنا عايز كل جوعان يا رب. There's nothing in this world can replace the hunger in my life. ما في شيء بالعالم ممكن ياخذ مكان الجوع بحياتي. I can gain the whole world, but if I lose the hunger, how good it is. يا رب ممكن أربح العالم كله ولكن خسر جوعي قديش هذا شيء صالح. The West is a place of abundance. But have lost hunger. الغرب هو مكان الفايض ولكن قد خسر الجوع تبعه. The message is down to 20 minutes. الرسالة صارت الوعظة مدتها 20 دقيقة. But the football game can be 5 hours. ولكن مباراة الفوتبول ممكن تكون 5 ساعات. People will watch the football and shout for the football for 5 hours. ممكن تقعد الناس تتفرج على مدة 5 ساعات على الفوتبول وتهتف وتصرخ. But they come to church and listen to 25 minutes and they were impatient when they found sleep. ولكن بيجوا على الكنيسة بيتسمعوا على 25 دقيقة. No, يكون عندهم صبر وبيناموا. No wonder that our next generation is getting worse and worse. أكيد مشان هيك الجيل الطالع أسوأ من قبل. We got everything, but we have lost the hunger. نحن عنا كل شيء ولكن خسرنا الجوع. God want to bring us from Jericho to Jordan. الله بده يجيبنا من أريحا إلى الأردن. Where healings will take place. حيث الشفاء يأخذ مكانه. Restoration will take place. الاسترداد يأخذ مكانه. We will go to the promised land. لما منروح على أرض الموعد. But out of all that we receive and we taste the goodness of God. ولكن من كل هذا نحن نستقبل ومنذوق صلاح الله. Taste and see that the Lord is good. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. Tonight I want to encourage you. Stay in your hunger for God. الليل بدي شجعكم خليكم جوعانين للرب. To the point that nothing is gonna
replace that your desire, your longing to be like him. لدرجة إنه ماشي سيأخذ مكان رغبتك إنه أنت تكون بدك الرب بس. Pastor Jack talked about I've been crucified with him. لازم جاك وعظ عن إنه أنا قد صلبت معه. No longer I live, but Christ lives in me. ما بعود أنا بعيش ولكن المسيح يحيا فيا. The life that I now live in the flesh. الحياة اللي أنا عايش الآن بالجسد. Is by the faith of the Son of God who died for me, who loved me. هي بالإيمان ابن يسوع ابن الله هو اللي مات عني وعايش فيه. It is the Jordan place where we make the decision, God, if you bless me, wonderful. If you don't bless me, I will never stop loving you. يا رب بالأردن هو المكان اللي تقول فيه يا رب يا رب إذا بتحبني هيدا رائع وإذا ما بتحبني أنا ما رح أتخلى عنك. That is the true prosperity. هيدا هي الازدهار الحقيقي. That's the true building. هيدا هو البناء الحقيقي. That's the true anointing. هيدا هو المسح الحقيقي. That's the true presence of God. هيدا هو الحضور الحقيقي لله. That's the true joy of the Lord. هيدا هو الفرح الحقيقي لله. Jesus is the Lord and He's the King of Kings. He is the Lord. هو الرب وملك الملوك. Hallelujah. 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 I look at Jordan. أنا بنظر إلى الأردن. God did all this in this part of the world. الله عمل كل هذه الأمور في هذا الجزء من العالم. Jordan. الأردن. Right here. هون. We are going through tremendous persecution right now in the Middle East. هاو ال مثل عم نشوف هلا الاضطهادات اللي عم بتصير في الشرق الأوسط. But I firmly believe. ولكن أؤمن بكل حزم. The revival will start with all of you. إن النهضة رح تبلش بهذا المكان. This is the place where the hunger will become stronger and stronger. بهذا المكان الجوع رح يصير أعظم وأعظم. You will become a fire. رح بتصير نار. It is in this place in the Middle East is going to ignite the fire to the rest of the world. بهذا المكان في الشرق الأوسط رح تشعل نار إلى العالم أجمع. The sphere, the more the persecution, the more the fire, fuel the fire. كل ما يزيد الاضطهاد كل ما تزيد النيران. I meant hallelujah. Let's shout hallelujah. Let's shout hallelujah. Shout hallelujah to the Lord. Let's shout hallelujah to the Lord. Shout hallelujah to the Lord. Let's shout hallelujah to the Lord. I met the lady from Iran. I don't know where she is right now, but I would pray for you because you have gone through persecution. أنا قابلت هذه المرأة من إيران ما بعرف أنت وين هذا اليوم لكن أنا راح صلي من أجلك لأنك أنت عبرت بالاضطهاد. I met the brother from Syria last year and you came this year. I will pray for you because you're going through persecution. قابلت هذا الأخ الست الماضي من سوريا والسنة كمان. وأنا بعرف أن أنت رح تعبر هذا الاضطهاد. You people have a lot to teach us. أنتوا عندكم كتير تتعلمونا. Why we're in the place of a Jericho? ليش نحن في مكان أريحا؟ God has prepared you to be in the place of a Jordan. الله عم بعدكم تتروحوا إلى الأردن. Where you come to a place you said I have been crucified with Him. لما بتوصل لهذا المكان وتقول أنا قد صلت مع المسيح. My prosperity is that God, I belong to you. يا رب ازدهاري فيك انت انا انتمي اليك. It is no longer matter what I see, it's what I don't see. مش مهم الامور اللي بشوفها المهم الامور اللي ما بشوفها. God is raising up an army among all of you. الله عم يقيم من وسطكم جيش. I am excited to be part of this army. انا متحمس ان اكون جزء من هذا الجيش. There are hundreds of thousands of people in China are praying for the Arab country. في مئات الالاف من الناس في الصين عم بتصلي للعالم العربي. They have the burning for you. عندهم هذا الثقل لكم. They want to come and learn from you. بديشوا يتعلموا منكم. They know God have chosen this place to raise up the next generations of leaders. بيعرف إنه الله اختار هذا المكان كي يقيم الجيل الآخر أو الجديد من القادة. I thank you for Pastor Shadi. أنا بشكركم من أجل الأسيس شادي. I thank you for all the leaders from Egypt, from Jordan, from many parts of the Arab country. وكل القادة الآخرين نجوا من الأردن ومن مصر وبلدان العربية الأخرى. You are helping us and blessing us. أنتوا عم بتساعدونا وتباركونا. As I come to a close, ولو عم منه. This is the journey of a disciple. هذه هي رحلة التلميذ. Journey of a disciple. رحلة التلميذ. We go to Gilgal when we learn trust. نروح على الجلجال حيث نتعلم الثقة. We go through Bethel when we begin to develop compassion. ومنروح على بيت إيل حيث نطور فينا الحنان. We go to Jericho when we begin to have the hunger for God. وبعدين منروح إلى أريحا حيث يصير عندنا جوع لله. We go to Jordan when we say.
I've been crucified with him, it's no longer I live, but Christ lives in me. وبعدين بنروح على الأردن حيث أقول أنا قد صرت مع المسيح لا أحيا أنا بعد اليوم ولكن المسيح يحيا فيا. I learned to offer myself as a living sacrifice. أتعلم كيف أعطي نفسي كذبيحة حية. Let us all stand up. خلينا نوقف كلنا سوا. Hallelujah. Let's give God a clap offering. خلينا نعطي الرب ذبيحة تصفيق. Hallelujah! 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 Listen, never be sad about what happened to you in your journey. ما اسمعوني منيح ما تحزنوا على اللي بيصير معكم خلال رحلتكم. It is all part of God's plan. كلها جزء من خطة الله. It's all part of God's plan. كلها جزء من خطة الله. Let's give God one more clap of offering. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Hallelujah for Jericho. Hallelujah for Jericho. Hallelujah for Jordan. Hallelujah for Jordan. شكرا يا رب. Hallelujah. Let's just bow our head and we're going to just pray a prayer. It's only 5 minutes after 7. Father, I praise you and thank you. I thank you for the precious people that you have chosen. Father God, this is the biblical place. This is the place where we read from the Bible. These are the people that are so dear and precious to you. God, that you help us to understand Jordan. يا رب أنت تساعدنا نفهم الأردن. And Jordan's right here in this area. والأردن هي هون بهالمنطقة. You help us to understand Jericho. ساعدنا نفهم الأريحة. And Jericho is not too far from here. وأريحة مش كتير بعيدة من هون. God, we thank you, God, that you establish your kingdom right here. شكرا يا رب لأنك أنت تبني ملكوتك هنا. And these are your people. وهؤلاء هم شعبك. Father God, you are raising them up. يا رب أنت رح تقيمهم. To be the mighty army of God. تيكونوا جيش الله العظيم. This conference is going to change us upside down, inside out. هذا المؤتمر رح يغيرنا فوقاني تحتاني من الداخل إلى الخارج. We will no longer be the same. لن نعود كما كنا. We live a different life now. نحيا حياة مختلفة الآن. The life that I lived before is no longer my life. الحياة اللي عشتها من قبل ما عادت حياتي. Today I live a new life. اليوم أحيا حياة جديدة. The life is no longer I live, but Christ lives in me. الحياة ما عادت حياتي أنا ولكن المسيح فيا. Father, pour your blessings upon these people. يا رب اسكب من بركاتك على هذا الشعب. They are your anti-Elijah. هاو إيليا العهد الأيام الأخيرة. That they will receive double portion of your spirit. إيليشا الأيام الأخيرة حيث سيستقبلون المسحة المضاعفة من روحه. In the name of Jesus. باسم الرب يسوع. Everyone shout Amen. Hallelujah. Hallelujah.